وأبو سفيان لما أسلم طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يزوجه أم حبيبة كما جاء في صحيح مسلم. فوهم بعض العلماء هذه الرواية، وذلك لأن أبا سفيان إنما أسلم متأخرا، فكيف يزوج النبي صلى الله عليه وسلم ابنته؟ وحمله بعض العلماء، وهو حمل جيد، على إرادة تجديد العقد لا إلغاء العقد السابق.